هنبدأ بشابتر جديد اللي هو الانفلاميشن. الشابتر الثالث بتحدث عن الانفلاميشن. في هذا الشابتر هنتعرف ايش مفهوم الانفلاميشن، وكيف بتتم البروسيس يعني اللي بتصير من خلال اللي هو الانفلاميشن، وهنحكي عن انواع الانفلاميشن وايش الباث فيسيولوجي اللي هو الانفلاميشن. الانفلاميشن طبعا تعني بالعربي اللي هو الالتهاب، واضح. وتعريف الانفلاميشن عبارة عن دايناميك بروسيس بتصير في جسم الإنسان. هذه العملية اللي بتصير في جسم الإنسان هدفها الأساسي إنه تطرد الجسم الغريب، أو تطرد اللي هو السيل إنجري، أو تعمل ريموفال للتشو اللي صار لها دمج. على سبيل المثال، لو صار في عندنا جرح في مكان معين في جسم الإنسان، هذا الجرح ممكن يتعرض لعملية اللي هو التهاب. هذه عملية الالتهاب طبعا عملية ديناميكية، يعني بتتغير بتتجدد وبصير فيها شغلات كل يوم، شغلات جديدة عن بعض. الانفلاميشن عبارة عن رياكشن تو انجري، يعني ردة فعل هذا الجسم على الانجري اللي صار. هذا ما يعرف باسم اللي هو الانفلاميشن. اللي بصير في الانفلاميشن بصير عندنا عدة عمليات وعدة مراحل، تمام. الدمج تيشو، التيشو الخربانة اللي هي تعطلت بواسطة الجرح اللي صار أو بواسطة الإصابة اللي صارت، هذا كله بتبدل، تمام، بتبدل بنيو تيشو. يعني بيجي عندنا نيو تيشو بدل اللي هو الدمجد تيشو، وهذا كله بندرج تحت مسمى انفلاميشن. الانفلاميشن بيكون رابد، عملية سريعة تتطور بشكل سريع، يعني سرعان ما بصير الجرح بعد ساعتين ممكن يصير في عندنا انفلاميشن. يعني هي مهم، يعني ما هياش عمليه بطيئه بدها سنين او بدها ايام، يا دوب دقائق الى ساعات ممكن يحدث الانفلاميشن. بالمعروف انه الانفلاميشن عباره عن نون سبيسيفيك بروتكتيف ريسبونس، يعني بتحمي المريض من شغلات او من الاجسام الغريبه اللي جاي، باختلاف جهاز المناعه. جهاز المناعه طبعا سبيسيفيك، واضح. ليش طب سبيسيفيك؟ لانه هو بهاجم الانتيجين. الانتيجين هو الجسم الغريب، والانتيبادي هو مناعه جسم الانسان، فالانتيبادي بتهاجم الانتيجين. فلذلك دائما بنقول انه الاميونيتي او جهاز المناعه از سبيسيفيك، واضح. سبيسيفيك لمين؟ سبيسيفيك للانتيجين، للجسم الغريب اللي بيهاجمه، بعكس الانفلاماتوري ريسبونس او الانفلاميشن بنقول عنه نون سبيسيفيك، لانه ممكن يتعرض لنفس الستيمولس، ممكن يتعرض لستيمولس اخر. الستيمولس هو المنبه او هو عامل الخطر اللي راح يصير او اللي صار على هذا الجرح نفسه، فبالتالي ممكن يتعرض لنفس الستيمولس او ممكن يتعرض لستيمولس اخر، لكن ردة الفعل ممكن تكون متشابهة في يعني في كثير احيان. فبنقول عنه دائما الانفلاميشن عبارة عن نون سبيسيفيك. نيجي نشوف علامات واعراض المانيفستيشن. علامات واعراض المانيفستيشن تنقسم الى قسمين، في عندنا لوكال مانيفستيشن وفي عندنا سيستماتيك مانيفستيشن. اللوكال مانيفستيشنز، العلامات والاعراض اللوكال، هذه العلامات والاعراض بتصير لوكالي على الجرح نفسه، على مكان العمليه على سبيل المثال، او على مكان الاصابه نفسها، واضح. يعني مثلا واحد اخذ اصابه بسكين، او مثلا وقع وانجرح، ايش العلامات والاعراض اللي بتصير في لحظة الجرح نفسه أو على مكان الجرح نفسه؟ العلامة الأولى بنسميها ريدنس، اللاتين روبر. هذا الريدنس هو الاحمرار. سبب الاحمرار إنه صار في عندنا دايلاتيشن في الأرتريولز، في الشعيرات الدموية اللي أسفل الجلد الموجودة في مكان الإصابة. مع قدر الإصابة أو مع يعني حجم ومع تقل الإصابة صار في عندنا دايلاتيشن في هذه الأنسجة أو في هذه الأوعية الدموية. فلما صار في عندنا دايلاتيشن صار في عندنا يعني الدم صار ظاهر، فاصبح عندنا في احمرار في المنطقه نفسها. العلامه الثانيه علامه اللي هو الكالور، اللي هي الهيت. الهيت هو سخونه، سخونه في المنطقه نفسها. طبعا احنا قلنا في العلامه السابقه انه صار في عندنا فازو دايلاتيشن. الفازو دايلاتيشن اللي صار ولد عندنا حراره، تمام، نتيجه خروج الدم، واضح. ايضا صار في عندنا فلويد ليكج، تسرب في اللي هو السوائل راحت على الانترستيتشال سبيس. الانترستيتشال سبيس هي خارج الانسجه وخارج الاوعيه الدمويه، هذا بيزود من البلد فلو للمنطقه، يعني اللي هو تدفق الدم للمنطقه نفسها اللي صار فيها اصابه
زاد عن حده الطبيعي، وهذا بيعمل ريدنس وبيعمل ايضا اللي هو حراره في اللي هو المنطقه. العلامه الثالثه اللي هي الدولور اللي هي البين، الالم. الالم طبعا نتيجه اللي هو السويلنج اللي صار، التورم اللي هو اللي صارت واضح في خلال او بعد الاصابه اللي اخذها المريض نفسه. فلما صار في عندنا تورم صار في برشر على الاعصاب الموجوده، فصار في عندنا احساس بالالم. صار في عندنا تغير ايضا في البي اتش اللي هو الباور اوف هيدروجين، البي اتش اللي هو معدل الحموضه والقاعديه، هتاخذوه ان شاء الله لاحقا بالتفصيل. العلامه الرابعه اللي هي الايديما، التيومور باللاتيني. الايديما طبعا سببها الاساسي من الفازو دايلاتيشن اللي صار، الفازو دايلاتيشن اللي صار صار على اللي هو الجرح نفسه، لما اكل هذا الشخص الاصابه نفسها قلنا بصير دايلاتيشن في الارتريولز او في الاوعيه الدمويه. فلما صار في عندنا فازو دايلاتيشن وصار في عندنا ليكج تسرب ل اللي هو السوائل على الانترستيتشال سبيس، كل هذا تسريب السوائل اسفل الجلد عمل انتفاخ، عمل سولينج، فبالتالي هذا ما يعرف باسم اللي هو الايديما. العلامه الخامسه، العلامات والاعراض من ضمنها الخامسه loss of function، يعني العضو نفسه اللي تاثر واللي صار فيه التهاب فقد وظيفته او وظيفته توقفت عن اول. يعني لو كانت الاصابه في اليد صعب انه يقدر يشيل فيها شغلات او صعب انه يحركها زي اول الا اذا صار في عندنا full recovery. وسبب انه العضو فقد وظيفته من الإديمة اللي صارت ومن الالم اللي صار، يعني لو بده يحرك ايده حيشعر بالالم، فبالتالي هو بيقدرش الان يحرك ايده من الإديمة او من الالم اللي صار له. هذه العلامات زي ما انتم شايفين الصوره، اللي صار عندنا الانجري، هذه مثلا خشبه وصار في عندنا انجري في هذه المنطقه، بعدك صار في عندنا اللي هو الروبر واضح ريدنس، بعد ما صار في عندنا ريدنس صار في عندنا تيومر، تمام؟ ايش هو التيومر؟ هو الايديما، بعدك صار في عندنا دولور، ايش الدولور؟ اللي هو البين، بعدها صار في عندنا لوس اوف فانكشن، لما صار في عندنا لوس اوف فانكشن بطل يقدر يحرك اصبعه زي اول. في عندنا في الانفلاماتوري ريسبونس في موضوع اللي هو المانيفستيشن بيطلع سائل اسمه انفلاماتوري اكسوديت. هذا الاكسوديت عباره عن سائل واضح، عباره عن فلويد. هذا الفلويد يحتوي على بروتين بشكل كبير واضح. من وين بيطلع؟ بيطلع من الاوعيه الدمويه، سواء من الفين او سواء من الارترز واضح. فهذا السوائل لما تطلع بنسميها اكسوديت. طبعا هذا الاكسوديت بيطلع نتيجه الانفلاميشن اللي صارت. الاكسوديت للانفلاميشن بيختلف في مكوناته حسب نوع الاصابه وحسب الريسبونس للاستيمولي، حسب اللي هو الريسبونس من جسم الانسان او كيف رده فعله على الانجري اللي صار واضح، او حسب الستيج اوف انفلاميشن. يعني الان هذا الالتهاب في اي مرحله من المراحل، فبالتالي المرحلة اللي هو فيها هذا الالتهاب بيحدد نوع الاكسوديت او بيحدد محتويات الاكسوديت. ليش طيب؟ لانه هو اصلا حيطلع من وين حيطلع؟ حيطلع من البلاد فيزلز، من الاوعية الدموية، فبالتالي ايش الاوعية الدموية فيها؟ فيها اديما مثلا، فيها ليكج، ايش فيها صار؟ حيطلع لنا اكسوديت. في الايرلي انفلاميشن او بنسميها في المايلد انفلاميشن، في بدايه الظهور اللي هو الالتهاب، اللي بيصير انه الاكسوديت عباره عن ووتري، يعني عباره عن سائل عاطي على يعني سائل مائي، هذا بنسميه سيروس اكسوديت. هذا الاكسوديت يحتوي على فيري فيو بروتينز، يعني ما بيحتوي على بروتينات بشكل عالي. لكن اذا تطور الامر او صار سيفير او صار في عندنا ادفانسد انفلاميشن، واضح الانفلاميشن اتطورت، الالتهاب اتطور، الاصابه كانت كبيره، الشخص ممكن يكون اهمل هذه الاصابه، هذا الاكسوديت تحول من سائل وصار عندنا ثيك، صار قاسي. بعد ما صار ثيك صار عندنا كلوتيد متجلط، وهذا الامر الخطير واضح. فصار في عندنا فيبرينس اكسوديت. وليش عندنا هذا الفيبرين؟ هي الماده اللي بتكون التجلطات، حتتكرر هذه الكلمه لاحقا في هذه المحاضره. فبالتالي لما صار في عندنا كلوتينج واضح، ممكن يصير في عندنا اللي هو تجلطات، وممكن هذه الاكسيديت او ممكن هذه التجلطات تدخل في مجرى الاوعيه الدمويه وتعمل عندنا اوكلوجن، انسداد. هذا بصير في حالات النمونيا، في حالات الالتهاب الرئوي.
الآن لما يتراكم الإكسودات ويختلط مع الليكوسايتس، واضح؟ إذا اختلط الإكسودات مع الليكوسايتس هذا بصير أيضا في حالات اللي هو البكتيريال انفكشن زي النيمونيا مثلا، واضح؟ إذا اختلط الإكسودات مع اللي هو الليكوسايت بتلاقي الإكسودات صار فيه بص، فصار يطلع من برا الجلد، فصار بيريولانت، واضح؟ فلما صار يطلع صار مبين إنه في عندنا صديد، وهيك آلية الصديد بتصير. يبقى الصديد بصير من اختلاط الووتري فلويد أو الووتري يعني الإكسودات اللي طالع من الأوعية الدموية، اختلط مع مين؟ اختلط مع اللي هو الليكوسايتس، فطلع عندنا صديد. لو صار في عندنا بليدنج، الإكسودات طبعا بصير معبأ بالإريثروسايتس يعني بكرات الدم الحمراء، لذلك الصديد أحيانا بيكون لونه عاطي على حمار. ليش طيب؟ لأنه صار في عندنا نزيف داخلي في الأوفي الشعيرات الدموية، فطلع الأكسودات معبأ بالصديد ومعبأ بكرات الدم الحمراء. هذه الرسمة أيضا بتوضح اللي هو أنواع الانفلاماتوري أكسودات. في عندنا سيرس اللي هو ووتري، وفي عندنا فيبرينوس اللي هو كلوتيد، واضح؟ في عندنا كاترال، وفي عندنا بيريولانت، وفي عندنا هيموريجيك. لو جينا اطلعنا على السيرس اكسودات، بيصير في حالات البيريكاردايتس بيكون سائل، بيكون ووتري، واضح؟ ما يعني ما بيطلع برا الجسم الانسان. اما في حاله الكلوتيد او حاله الفايبرينوس بيكون احيانا بعد العمليات الجراحيه، خصوصا اذا صار عندنا ادهيجن في بعض الاوعيه الدمويه، او ادهيجن في بعض اللي هو طبقات الجلد من هو الداخل. كثر الاكسودات بيصير في حالات او بيطلع في حالات الراني نوز، يعني واحد مرشح، واضح؟ السائل اللي بيطلع من الانف هذا بنسميه اكسودات، بنسميه او بندرج تحت الكاترال اكسودات، خصوصا في نزلات البرد كومن كولد، واضح؟ لما المريض او الشخص يرشح ويطلع سائل من هو الانف. البيريولانت بيصير في حالات الابسس، بيطلع صديد من اللي هو الدم نفسه، هذا بنسميه بيريولانت. اما في اللي هو الهيموروجيك في حالات النزيف، هذا بصير في حالات الهيماتوما، يعني ممكن اذا المريض اخذ اصابه قويه وتجمعت السوائل تحت اللي هو الجلد او بين الجلد وبين الاوعيه الدمويه، هذا ما يعرف باسم اللي هو الهيماتوما. هذا هو القسم الثاني من العلامات والاعراض اللي بتصير على الانفلاميشن. العلامات والاعراض اللي بتصير على الانفلاميشن زي ما حكينا في الاول، ان في عندنا لوكال مانيفستيشن، في عندنا سيستميك مانيفستيشن. اللوكال بتصير على مكان الاصابه، لكن بالنسبه للسيستميك مانيفستيشن بتصير في جسم الانسان بشكل عام، مش على مكان الاصابه، لا، الجسم نفسه بيتاثر، واضح؟ يعني البادي سيستمز هي اللي بتتاثر. اول علامه اللي هي الفيفر، الفيفر بيختلف عن اللي هو الهيت، الهيت بيصير لوكالي على مكان الجرح نفسه، لكن لما نقول فيفر انه حراره المريض عليت. لما يصير عند المريض هيت وجبنا ميزان حراره وقسنا حرارته، مش بالضروره يكون عنده فيفر، لكن الفيفر انه احنا فعلا جبنا ميزان الحراره وعرفنا انه حرارته ارتفعت عن اول. الفيفر اللي بشجع على حدوثها اللي هو السيتوكينز. طبعا السيتوكينز عباره عن مجموعه كبيره من البروتينات او من الجلايكوبروتين. هذه ايش بتعمل؟ بتشتغل مع جهاز المناعه وبتهاجم بعض اللي هو المايكرو اورجانيزم. طبعا الفيفر لها دور مفيد ولها دور ضار. الدور المفيد للفيفر انه في بعض المايكرو اورجانيزمز، هذه بعض الميكروبات بتكون حساسه للحراره العاليه، يعني ممكن تموت بالحراره العاليه، زي مثلا عندنا اللي هو السيفلس، او عندنا الجونوكوكال يوريثرايتس. هذه الميكروبس اللي بتسبب هذه الامراض اللي هو سواء كانت فيروس، يعني امراض فيروسيه او امراض بكتيريه، بتكون يعني حساسه كثير لارتفاع الحراره، فممكن تموت في خلال اللي هو الفيفر اللي صارت عند هذا المريض. واضح؟ وممكن ايضا تكون هذه الفيفر ضاره. هذه الفيفر اذا كانت ضاره بتكون خطره على جسم الانسان. ليش طيب؟ لانها بتعزز من اللي هو عرضه الانسان نفسه لمين؟ للسموم اللي بتفرزها الميكروبات، خصوصا اذا كان الميكروب عباره عن جرام نيجاتيف بكتيريا. الجرام نيجاتيف بكتيريا بيفرز سموم بنسميها اندوتوكسين. هذه السموم بتفرزها في الاوعيه الدمويه، فممكن المريض يدخل في سبسز. فبالتالي الفيفر زي ما هي نافعه هي ايضا ضاره، وضررها بيشمل انه بتعزز من هو تعرض الانسان للسموم اللي بيفرزها هذه البكتيريا.
المانيفستيشن الثاني هي الليكوسايتوسيز. طبعا تعريف الليكوسايتوسيز عباره عن زياده في اعداد الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز هي كرات الدم البيضاء، يعني بتزيد، بتصير اكثر من 11000. واضح؟ اكثر من 11000 بنسميه ليكوسايتوسيز. اللي بحفز زياده كرات الدم البيضاء هو الانفلاميشن. الانفلاميشن طبعا بزود من اللي هو عدد كريات الدم البيضاء عشان تهاجم مين؟ تهاجم الميكروبز اللي هي اجت على منطقه الاصابه نفسها. واضح؟ طبعا كل هذه اجت بفعل اللي هو الجرانيولوسايتس وبفعل المونوسايتس. المونوسايتس والجرانيولوسايتس هذه كلها يعني بتنتج اللي هو كرات الدم البيضاء في البون مارو، فبالتالي كلها عشان تهاجم اللي هو الميكروبات اللي هاجمت الجرح نفسه. المانيفستيشن الثالثة بنسميها بلازما بروتين سينثيسيس. طبعا تصنع البلازما بروتين يعني هذه من العلامات الشهيرة لموضوع اللي هو انفلاميشن او سيستميك انفلاميشن. البلازما بروتين بتزيد في مرحلة انفلاميشن. هذه البلازما بروتين ممكن تكون برو انفلاماتوري وممكن تكون انتي انفلاماتوري. يعني باختصار ممكن تكون مشجعة لعملية الالتهاب وممكن تكون مضادة لعملية الالتهاب نفسها حسب نوع البلازما بروتين اللي صارت في هذه المرحلة. طبعا كل هذا إذا كانت برو انفلاماتوري أو كانت أنتي انفلاماتوري كل هذا بنسميه أكيوت فيز رياكتانتس. الأكيوت فيز رياكتانتس هي مرحلة تصنع البلازما بروتين. هذه المرحلة بتصل أعلى مستوياتها في خلال 10 إلى 40 ساعة من بداية الالتهاب اللي هو Acute Plasma Reactance. في عندنا حاجة بنسميها Erythrocyte Sedimentation Rate، نسبة الترسيب، وتسمعوا فيها كتير، اللي هو الـ ESR Erythrocyte Sedimentation Rate. تعريف الـ ESR هو عبارة عن قديش في عندنا كرات دم بيضاء اترسبت إذا حطيناها في تيوب في وقت معين، يعني في خلال ساعة مثلا. لو جبنا تيوب وحطينا فيها في هذا التيوب كرات دم بيضاء، قديش معدل ترسيب هذه الكرات في التيوب نفسه في خلال ساعة مثلا؟ هذا اسمه Erythrocyte Sedimentation Rate. طبعا الـ ESR أو Erythrocyte Sedimentation Rate يعتبر مؤشر هام جدا على موضوع الـ Acute Inflammatory Response. واضح؟ يعني إذا كانت منخفضة واضح أو إذا كانت عالية كتير، هذا مؤشر هام جدا على موضوع الـ Acute Inflammatory Response. يعني نعمل تحليل للدم وبنعرف قديش اللي هو الـ ESR. نيجي لموضوع ثاني اللي هو الـ Causes للـ Inflammation. إيش أسباب الـ Inflammation؟ أسباب الـ Inflammation ممكن تكون أسباب خارجية بنسميها Exogenous Causes، زي مثلا Mechanical Trauma. الميكانيكال تروما يعني اصابات يعني خارجيه، مثلا زي اصابه سياره، اصابه حجر مثلا، سكين، حديده، او فراكشرز كسور معين وقع وانكسر مثلا، او فورين بودي زي سكين او عيار ناري. الكيميكال انجري زي الكوروسيف ماتيريالز، المواد الحارقه زي اللي هو الاحماض في المختبرات، او القاعده القلوي اللي هو البيسز، او توكسيك جازز غازات سامه جدا، هذا بيعمل ايضا اللي هو انفلاميشن، بيعمل اصابه وبعد الاصابه بيعمل انفلاميشن. الفيزيكال تروما زي الهيت، الحراره العاليه جدا، او البروده البارده جدا، او الالترا فايولت اشعه الفوق بنفسجيه. من اسباب اللي هو الانفلاميشن كاكسوجينوس انفكشن ايضا، التهاب ممكن يكون بكتيريال انفكشن، ممكن يكون فايرال انفكشن، ممكن يكون بارازيتك اللي هو انفكشن. هذه كلها بتندرج تحت الاكسوجينوس كوزز. اما الاسباب الداخليه اللي هي الاندوجينوس كوزز زي مين؟ زي اللي هو الامراض اللي بتصير. هذه الكوزز طبعا بتكون سيستماتيك. ليش طيب؟ لانه بتصير في جسم الانسان. على سبيل المثال الثرومبوسز. ثرومبوسز تجلط او مرض من امراض تجلط الدم. هذا الثرومبوسز انه الارتري هذا او الشريان نفسه صار فيه تجلطات، يعني صار فيه ثرومبس، هذه الجلطة الدموية اللي دخلت في الشريان وقفت من مرور الدم، ممكن تؤدي إلى الوفاة، ممكن تؤدي إلى شلل العضو نفسه، ممكن تؤدي إلى جلطة دماغية مثلا. هذا بنسميه سيركوليتوري، يعني أمراض
تخص القلب او تخص الجهاز الدموي، او انفاركشن. انفاركشن اللي هو العضله نفسها ما وصل لها اكسجين او ما وصل لها بلد، زي ما نقول مايوكارديال انفاركشن، الجلطه القلبيه، يعني عضله القلب ما بيصل لها اكسجين وما بيصل لها اللي هو بلد، او هيموريج نزيف. الانزيمز اكتيفيشن ايضا من اسباب الاندوجينس كوزز، الانزيمز اكتيفيشن. الانزيمز اكتيفيشن زي مثلا بانكرياتيتس، يعني صار في عندنا الاميليز عالي كثير، هذا ايضا بيؤدي الى التهاب. او ميتابوليك برودكتس، الميتابوليك برودكتس زي اليوريك اسيد او اليوريا، في حال ارتفاع اليوريك اسيد او اليوريا مؤشر انه في عندنا اما يكون رينال فيلر او يكون في عندنا مشكله ثانيه، فبالتالي زياده هذا الامر مؤشر على وجود انفلاميشن. الشغله الرابعه immunological injury، شغلات بتخص المناعه زي الانتيجين انتي بادي رياكشن. الانتيجين انتي بادي رياكشن اللي هو عمليه تفاعل الجسم الغريب مع الجسم المضاد، يعني المناعه نفسها الداخليه تبع جسم الانسان لما تهاجم الانتيجين، واضح هذا بنسميه انتر اكشن او رياكشن. هذا كله يعني بيجنع الانسان لما يصير في عندنا مهاجمه من جهاز المناعه ويهاجم الانتيجين، يهاجم الفيروس او يهاجم البكتيريا، مين اللي بتاثر في هذه الحاله؟ اللي بتاثر في هذه الحاله هو المريض نفسه، يعني بيعيا، عظامه بصير توجعه، بصير هزيل مثلا، بصير عنده رشح، بصير عنده مشاكل ثانيه، وبالتالي اللي هو الضحيه من هو الانسان اللي صار عنده هذا الامر. نيجي للباثوفيسيولوجي اوف اكيوت انفلاميشن. الباث فسيولوجي للاكيوت انفلاميشن له مرحلتين، تو ستيجز. الستيج الاولى بنسميها فاسكولار، والستيج الثاني بنسميها السيلولار. نيجي للستيج الاولى اللي هي الفاسكولار فيز، تمام؟ احنا عمالين بنحكي عن الاكيوت انفلاميشن. ايش اللي بيصير في الفاسكولار فيز او فاسكولار ستيج؟ بالنسبه للفاسكولار فيز اللي هي المرحله الاولى من مراحل اللي هو الالتهاب نفسه، في عنا عدة مراحل نفسها تندرج تحت المرحلة الأولى أو عدة تغيرات. هذه التغيرات كل تغير باسم معين. أول تغير بيصير على مستوى الدم أو على مستوى الفاسكولار تيشوز اللي هو هيمودايناميك تشينجز. هيمودايناميك تشينجز، الهيمودايناميك تشينجز تبدأ من أو تبدأ بفازوكونستريكشن، تمام، وتنتهي بفازو ديلاتيشن. الفازو ديلاتيشن بيصير بشكل سريع، سريع كتير، يعني يتلو الفازو كونستريكشن، يعني في البداية بيصير في عنا انقباض في الأوعية الدموية، بعد ما يصير في عنا انقباض فجأة بتلاقي في عنا تمدد وتفتح في الأوعية الدموية. طبعا الفازو ديلاتيشن حكينا عنه في بداية المحاضرة هذه، وقلنا إيش بيعمل؟ بيعمل هيت وبيعمل ريدنس، واضح؟ قلنا انه تمدد الاوعيه الدمويه بتجمع السوائل وبتجمع البلد، فبتخلي في احمرار في المنطقه من لون الدم، وبتخلي في حراره على مكان الجرح نفسه، وهذه طبعا الريدنس والهيت تعتبر من العلامات المميزه للانفلاميشن. التغيرات الثانيه اللي بتصير في نفس المرحله في الفاسكولار فيز بنسميها increased permeability. البيرميابيليتي تعني النفاذيه، مستوى نفاذية السوائل، لأنه بصير في عنا ترشيح. اللي بصير في هذه المرحلة أنه في عنا ستيسز في البلد، يعني في عنا ركود في الدم، وهذا الستيسز بيعمل هيدروستاتيك برشر، بخليه عالي. الضغط الموجود للسوائل في المنطقة نفسها بصير أعلى من اللي هو الطبيعي، واضح؟ هذا ضغط السوائل اللي بصير سواء في الكابيلاريز أو في الشعيرات الدموية أو في الأوعية أو في الأوردة، لما يزيد هذا الضغط هذا بيزود من مستوى نفاذية الشعيرات الدموية أو الأوعية الدموية، لأنه صار في عندنا ضغط مش بسيط في الأوعية الدموية نفسها، فبالتالي عشان نتخلص من هذا الأمر صار في عندنا أنه الأوعية نفسها والشعيرات الدموية زادت معدل نفاذية السوائل أو معدل نفاذية الدم نفسه، واضح؟ فزادت من معدل البيرميابيليتي. هذا كله ايش بيعمل؟ طبيعي طبعا لما يزيد معدل النفاذيه ويطلع ويصير في ترشيح للسوائل، طبعا بيسمح انه يعمل ليكج للفلويد، يعني تسريب للسوائل في الاكسترا فاسكولار فلويد كومبارتمنت،
واضح؟ يعني في الانترستيتشال سبيس صار في عندنا تسريب للسوائل في الانترستيتشال سبيس. الانترستيتشال سبيس هي منطقه خارج مين؟ خارج الوعاء الدموي، يعني خارج الفين وخارج الارتري وخارج الشعيرات الدمويه، كله بها سبب الترشيح والنفاذيه اللي صارت. لما يطلع السوائل من اللي هو الاوعيه الدمويه طلعت برا وصارت في اللي هو الاغشيه اللي برا الوعاء وصارت في الانترستيتشال سبيس يعني تحت السكن، فكر ايش حيصير؟ السوائل اتجمعت في هذه المنطقه، كل هذا بصير في عندنا ايديما، انفلاماتورو ايديما، وهذا من العلامات المميزه ايضا لعلامات او لموضوع اللي هو الالتهاب. كل ما صار في عندنا سوائل اكثر كل ما صار في عندنا ترشيح اكثر. طبعا كل ما صار في عندنا ترشيح اكثر وصار كل ما صار في عندنا سوائل اكثر بيعمل استجنيشن للفلو. كيف يعني استجنيشن؟ يعني ركود، ركود في تدفق السوائل وتدفق الدم. لما يكون في عندنا ركود فيش حركه في الدم، ايش فكركم حيصير؟ الدم ما بيتحرك، حيصير في تجلط، واضح؟ حيصير في كلوتينج، تجلط في المنطقه نفسها. هذا كله بيساعد على اللي هو localizing للسبيد اوف infectious microorganism، يعني بحد من انتشار الميكروبات. ليش؟ طيب لانه تجمع في منطقه معينه بخلي الميكروبات تتجمع في المنطقه هذه، يعني بخلي الميكروبات ما تروحش على منطقه ثانيه، فبيعمل localization او localizing لموضوع تجمع الميكروبات في منطقه معينه. المرحله الثانيه من مراحل اللي هو الانفلاميشن سيلولار فيز. السيلولار فيز طبعا مرحله مختلفه عن المرحله اللي هي الاولى. هذه المرحله بتصير في عندنا ديليفري للليكوسايتس. طبعا من مكونات الليكوسايتس ايش هي؟ احد او المكونات الرئيسيه للليكوسايتس اللي هو النيوتروفيلز، واضح؟ اللي بصير عندنا انه في عندنا ديليفري للليكوسايتس او ديليفري للنيوتروفيلز وين؟ على مكان الاصابه نفسها. زي ما قلنا في تغيرات في السيلولار فيز، في الفاسكولار فيز، في عندنا ايضا تغيرات في السيلولار فيز. هذه التغيرات عباره عن سيكونس، عباره عن حلقات تشمل ليكوسايت مارجينيشن اند ادهيجن. صار في عندنا ادهيجن في الليكوسايتس. كيف صار في عندنا ادهيجن؟ صار ادهيجن مع الاندوثيليوم، زياده عدد الليكوسايتس، تمام، نتيجه الانفلاميشن عشان تهاجم المايكرو اورجانيزم. صار في عندنا ادهيجن في الليكوسايت لانها على زياده اعدادها صار في عندنا ادهيجن. والادهيجن طبعا هو التصاق، هو الالتصاق، تمام، التصاق كريات الدم البيضاء مع بعضها البعض. التغير الثاني بيصير في عندنا اللي هو ليكوسايت ترانسميجريشن. لما صار في عندنا التصاق بين الليكوسايت وبين الاندوثيليوم، الاندوثيليوم طبعا الغشاء الداخلي للوعاء الدموي، واضح؟ لما صار في التصاق بيناتهم اصبحت الليكوسايت هذه صار فيها ترانسميجريشن، يعني صارت تشرد وتهرب، تمام، من اللي هو الاندوثيليوم. هذا كله بيصير تحت تاثير اللي هو الكيموستاتيك، تمام، فاكتورز. كيموستاتيك والكيمو تاكتيك فاكتورز هذه كلها بتساعد من هروب الليكوسايتس واللي هو ازاله التصاقها من الاندوثيليوم. كلها بتروح على وين؟ على التيشو سبيسز، وين في فراغات في الانسجه في الجسم نفسه او وين في فراغات في مكان الاصابه، بتروح على هذه الفراغات. طبعا هذا كله يعني بصير في اللي هو المرحله الثانيه. عمليه هروب الليكوزايتس، تمام، هذه العمليه لما عشان تشرد من موضوع الالتصاق وعمليه هروبها بنسميه دايابيديسز، هو عمليه الانقسام. ليش سميناها انقسام؟ عشانها بتهرب من الاندوثيليوم، فانقسمت عن الاندوثيليوم، فهذا ما يعرف باسم الدايابيديسز. المرحله الثالثه والتغير الثالث من السيلولار فيز بصير في عندنا ليكوسايتس كيموتاكسز. الكيموتاكسز عباره عن انجذاب كيميائي. الانجذاب الكيميائي، تمام، يعني كثير من عمليات جسم الانسان بتكون تحت تاثير الانجذاب الكيميائي. عمليه الجذب الكيميائي من ضمنها الليكوسايتس كيموتاكسز. كيف يعني بصير؟ بصير انه الليكوسايتس بتم الها بصير الها جذب. مين اللي بيجذبها؟ اللي بيجذبها مكان الإصابة نفسها، واضح؟ كيف مكان الإصابة جذب هذه كريات الدم البيضاء؟ جذبها عن طريق الكيموتاكسز.
واضح؟ يبقى صار في عندنا انجذاب كيميائي للليكوسايتس على مكان الاصابه، اصبحت بتهاجر وتروح على مكان الاصابه. والمرحله الرابعه بنسميها ليكوسايتس اكتيفيشن. الليكوسايتس اكتيفيشن او الفيجوسايتوسيس، واضح؟ اللي بيصير انه مكونات كرات الدم البيضاء زي المونوسايتس والنيوتروفيلز هذه كلها بصير لها تنشيط، واضح؟ ليش تتنشط؟ تتنشط عشان اللي هو تعمل انجلفنج او تعمل انجلف، يعني بتلتهم، واضح؟ البكتيريا. يبقى المونوسايتس والنيوتروفيلز اللي هي اللوكوسايتس ايضا، هي اساسا من مكونات اللوكوسايتس، بتعمل انجلف لمين؟ للبكتيريا وللديبرس. معنى انجلف التهام، يعني بتاكل البكتيريا او بتاكل المحتويات الضاره هذه، واضح؟ هذا كله اسمه فيجوسايتوسيس. يعني لو جبنا سؤال في الامتحان وقلنا انه عمليه الانجلفنج التهام المونوسايتس او النيوتروفيلز للبكتيريا شو بنسميها؟ بنسميها فيجوسايتوسيس. يبقى المرحله الرابعه مرحله الفيجوسايتوسيس. هذا فيش بفيدنا؟ بفيدنا في انه الجسم الان قاعد بهاجم العدوى، بهاجم اللي هو الالتهاب اللي صار. نيجي نشوف انفلاماتوري كيميكال ميدييتورز. معنى ميدييتور وسيط. ايش هي الشغلات اللي بتشتغل كوسيط وبتساهم في عمليه الانفلاميشن؟ تمام؟ يبقى الكيميكال ميدييتورز عباره عن ماسنجر، يعني عباره عن موصلات او عباره عن شغلات بتساهم في موضوع الانفلاميشن. هاي معنى ميدييتور، عباره عن وسيط فبيساهم في موضوع الانفلاماتوري ريسبونس. في عندنا مواد كيميائيه او شغلات كيميكالز بتساهم في موضوع الانفلاماتوري ريسبونس، تمام؟ هذه عباره عن 3K بلازما بروتين، يعني عباره عن انظمه تخص البلازما بروتين، وهي تعتبر اساس للافكتيف انفلاماتوري ريسبونس. يعني ما بيصير في عندنا التهاب في جسم الانسان او التهاب في منطقه معينه الا يشتغلوا الثلاث انظمه هذول. النظام الاول بنسميه كومبلمنت سيستم، والنظام الثاني كلوتينج سيستم، والنظام الثالث كاينين سيستم. الثلاثه طبعا بيكملوا بعض. الكومبلمنت سيستم بيحتوي على عدد كبير من البروتينات، من الجلايكوبروتين ومن البلازما بروتين، ومعدد كبير من اللي هو البروتينات. طبعا بصير للبروتينز هاي اكتيفيشن. هذا السيستم مهم جدا، وظيفته الاساسيه انه لما يصير في عندنا اكتيفيشن في البروتينات اللي احنا بنحكي عنها، تمام، هذا الاكتيفيشن بيطلع مواد كيميكالز. هذه المواد الكيميكالز بتدمر الباثوجين، يعني بتدمر البكتيريا، بتدمر الفيروسز، بتدمر الباراسايتس، كل المايكرو اورجانيزم اللي طلعت هذه بصير في لها ديستركشن، تمام؟ هذا كله بصير بفعل الكومبلمنت سيستم. الوظيفه الثانيه انه بزود من جهاز او من قدره جهاز المناعه لمهاجمه هذه اللي هو المايكرو اورجانيزم. اما بالنسبه للنظام الثاني الكواجيوليشن سيستم او الكلوتينج كاسكيد او كلوتينج سيستم، الكلوتينج سيستم او الكواجيوليشن نفس النظام، نفس المعنى، واضح؟ اللي هو نظام التجلط. هذا النظام عباره عن ايضا بجروب من البلازما بروتين، يعني عباره عن بروتينات. طبعا هذه البروتينات كل بروتين له اسم معين، واضح؟ هذه تحتوي على فاكتورز، تحتوي على عوامل تجلط، واضح؟ لما يصير في تنشيط لهذه البروتينات، واضح؟ ايش اللي بيعمل؟ بيعمل تكوين للبلد كلوت، بكون جلطه دمويه على المكان عشان تسكر المكان وعلشان توقف عمليه اللي هو النزيف. النظام الثالث بنسميه كاينين سيستم. الكاينين سيستم بيتحد مع الكواجوليشن سيستم، وبيتحد مع اللي هو الكلوتينج سيستم. ايش بيعمل؟ بيعمل اكتيفيشن لمين؟ لعوامل التجلط. طبعا عوامل التجلط عوامل كثير، تمام؟ من ضمنها فاكتور اكس 2 لفاكتور اكس 2 اي. هتاخذوا ان شاء الله عوامل التجلط بشكل كامل، واضح؟ وهنعرف مين العوامل اللي بتؤدي الى تجلط الدم، ونقص هذه العوامل يؤدي الى نقص في تجلط اللي هو الدم. العوامل اللي بتخصنا في هذا الامر الفاكتور رقم اكس 2. طبعا الفاكتور اكس 2 هذا رقم لاتيني معناته 12، واضح؟ معناته 12، يعني يبقى العامل رقم 12 هو عامل التجلط. وظيفه الكاينين سيستم بتتحد مع مين؟ مع الكواجوليشن سيستم، واضح؟ عشان يفرز
ويطلع العوامل التجلط عشان يكون البليدنج سكر وخلص بقدر الامكان، ما يصيرش في عندنا نزيف في المكان نفسه. يبقى في عندنا ثلاث انظمه، النظام الاول كومبلمنت سيستم وظيفته بيعمل ديستراكشن للباثوجين، ديستراكشن للمايكرو اورجانيزم، والنظام الثاني الكواجوليشن سيستم هو عباره عن بلازما بروتين، والنوع الثالث عباره عن ايضا بلازما بروتين، لكن النوع الاول بيعمل بلاد كلوت، والنوع الثاني اللي هو او النظام الثالث بيعمل اكتيفيشن للي هو العوامل التجلط، خصوصا العامل رقم اللي هو 12. نيجي للسيلولار كومبوننت انفلاميشن، ايش المحتويات الخلويه اللي بتصير في اللي هو عمليه الالتهاب؟ هل في عندنا عده محتويات او عده مكونات؟ طبعا في عندنا الماده الاولى ماده اللي هو الهيستامين. ماده الهيستامين تمام طبعا بتطلع اكثر شيء من الماست سيلز او من البليتلس، من الصفائح الدمويه، واضح؟ طبعا هذه ماده الهيستامين ايش بتعمل؟ بتعمل ارتيريال دايلاتيشن او ارتيريول دايلاتيشن، او بتعمل فاسكولار دايلاتيشن، تمدد في الاوعيه الدمويه، وبتعمل احمرار في منطقه الجلد من برا، واضح؟ فهذا كله بزود من نفاذيه الاوعيه للسوائل الموجود جواتها، واضح؟ يبقى عباره عن كيميكالز، هذه ماده كيميكال. الماده الثانيه اللي هي السيروتونين، السيروتونين بيتم تخزينها في الجاسترونتستاينال تراكت، واضح؟ طبعا هذا السيروتونين ايش بيعمل؟ بزود من الفاسكولار بيرميابيليتي، بزود من مستوى نفاذيه الاوعيه الدمويه للسوائل الموجود جواتها، وبيعمل ايضا تمدد في الاوعيه الدمويه وتمدد في الكابيلاريز. هذا كله بيعمل بعض الكونتراكشن في النون فاسكولار سموث مصل، بعض اللي هو السموث مصل، بس ما تكونش فاسكولار عشان ما تاثرش على حركة الأوعية الدموية وعلى انقباض الأوعية الدموية، بيصير في عندنا انقباض في هذا اللي هو المسلز. المادة الثالثة مادة اللي هو البراديكاينين، البراديكاينين طبعا مين اللي بيفرزها؟ بيفرزها الكاينين سيستم. أيضا بتعمل أيضا فايزودايلاتيشن، وبتعمل أيضا زيادة في البيرميابيليتي. إيش بتعمل؟ بتعمل أيضا سموث مسل كونتراكشن، وبتزود من الألم في منطقة اللي هو الجرح نفسه.